مرحبا، اسمي نور نصاري، عمري 24 سنة، من سكان رفح. بلشت أرجع لحياتي الطبيعية شوية شوية عن طريق تطوعي بالمؤسسات، شغلي في المؤسسات المحلية كميسرة مجتمعية ومنشط أطفال، وأحضر جلسات التفريغ النفسي للأطفال. كنت دائماً بحب أخاطب العقول، يعني بحب نشاطي يكون هادف. بلشت أفكر كيف ممكن نور تساعد الأطفال. ضلتني أفكر لعندنا، وصلت مدرسة على الطريق، بلشتها بشهر 3 برفح، نزحنا بشهر 5. أول ما نزحت أخذتها قبلي، ما استسلمتش، قلت حتى النزوح هتعامل معه إنه تحدي. أكبر تحدي واجهته اللي هو الخوف، يمكن نور تفشلي أرجع أنعزل. فهذا التحدي كان كتير بين إنه نور كملي نور إرجعي. فكرت في إشي متنقل، رحت لبابا بقول له بدي زي هيك استند، حاجة أخدها معايا وأروح فيها للأطفال. رحت مع بابا على النجارة، وبابا راح على النجار فسأله، فقال له صاحب إنه نعمل استند. رحت المكتبة شفت في السوق إيش متوفر، فزميلي اقترح علي إنه عندي بوت، فقلت له أشوف كيف بدي أحور البوت هذا لمدرسة متنقلة. المدرسة كانت في البداية مدرسة واحدة، اللي هي كانت باسم مدرسة على الطريق، حالياً أطلقناها بشكل جديد، صارت Schools Without Borders. عملت مجموعة من المدارس المتنقلة، أمنيتي إني أحقق حلمي ويكون عندي جسم شبابي كامل. شين صاد ضاد طاء ظاء آخر مجموعة من الحروف نجمعهم في كلمة كلام هوى. الحمد لله نفذنا مبادرتنا أو مشروعنا في Schools Without Borders في دير البلح، في الزوايدة، في الانصراط، ويوم الخميس إن شاء الله حيكون عندنا انطلاقة في خان يونس لنوصل لأكبر عدد من الأطفال. بتمنى يكون ألاقي دعم كافي، لأنه بصراحة هذا جهد شخصي بحت، محتاجة حدا يآمن بالتعليم زي ما أنا مآمنة فيه. وبالأول بالأخير هذا هدف الاحتلال، إنه ينشر الجهل والأمية بين الشعب الفلسطيني. فلا، إحنا كدورنا كشباب وكمجتمع فلسطيني غزي متعلم ومثقف إن نواجه هذا الإشي. الأدوات المدرسية كتير سعرها مرتفع ومش متوفرة، هذه كمان سياسة احتلال إنه يحد من توريد الأدوات التعليمية. فإحنا بنصنع من العدم أشياء عشان الأطفال نستكمل التعليم.